الله يرحمه، ما بتجوز عليه غير الرحمة لك بنتي. ولا قوة إلا بالله. والله يا بنتي فاتوا على الخان مثلهم مثل غيرهم، فكرتهم زباين عاديين، ولو عارفان إنه فايتين ليخدموا لأبوكي بيته، والله كنت مزقتهم بإيدي دول. والله نساوي قدر الله وما شاء فعل. الله يرحمه، الله يرحمه. يا لهاتي عليك يا حبيبي، يا لهاتي عليك، قتلوك يا حبيبي، قتلوك يا حبيبي، يا لهاتي عليك يا حبيبي، يا لهاتي عليك. وبعدين تقبريني هيك بدك تضلي عم تبكي وزعلاني؟ لك شو في حالتك كيف صارت؟ شو في وجهك كيف صار اصفر؟ يا ريتني متت قبل منه، يا ريتني متت قبل ما اسمع خبره. قضيت كل هالسنين وانا عم بحسب بدي اي امتى بده يطلع من السجن هنشوفه وضل جنبي. لما طلع لما طلع ليش يا ربي ما اخذني معه؟ ليش يا ربي ما اخذني معه؟ حسبي الله ونعم الوكيل، الله يرحمه ويجعل مثواه الجنة. اقري له صورة ياسين، مو أحسن ما إنك قاعدة عم تبكي عليه؟ تقبريني كلها على هالطريق، ما حدا بيعرف فينا إمتى ورقته بتهر. يلا حبيبتي يلا، مسحي دموعك وترحمي عليه.